هو مسلسل إيفرغراند الصينية، هذا المسلسل الذي لا ينتهي، وحلقة اليوم تتعلق ب 78 مليار دولار، هي مبيعات تم تضخيمها من قبل الشركة بهذه القيمة، وذلك لتقوم الشركة بعملية ماركتينج، بعملية تسويق لسنداتها التي باعتها في خلال الفترة التي سبقت عمليات الديفولت الخاصة بها. ولكن عمليا هذه الأرقام هي تعتبر قياسية، ليس فقط بالنسبة للشركة ولكن بالنسبة لقضايا الاحتيال المالي على مدار الأعوام الماضية. ما قامت به شركة إيفرغراند بشكل أساسي هو يتعلق بتضخيم حجم المبيعات لعامين، للعام 2019 و 2020 بقيمة وصلت ل 78 مليار دولار. كيف قامت بهذا؟ قامت بشكل أساسي بالاعتراف بإيرادات المبيعات الخاصة بالشقق قبل أن تقوم بتسليمها بشكل نهائي للمشترين، وهو أمر عادة يعرضه وتعرضه طبعا شركات التدقيق المالي وحتى المعايير المالية الدولية للاعتراف بالإيرادات. ما قامت به الشركة بشكل أساسي ساعدها في تسويق سندات بأكثر من 20.8 مليار يوان، تم استغلال هذا الإيرادات التي تم تضخيمها لتسويق لبيع هذه السندات. السؤال اليوم هو أين هو المدقق المالي الأوديتر من كل هذا؟ المدقق المالي عمليا وهو شركة تابعة لبي دبليو سي قالت بأنه في العام 2023 بيناير 2023 هي لن تعد المدقق المالي لشركة إيفرغراند وعدد من الشركات الصينية الأخرى العاملة في القطاع العقاري بسبب اختلافات حول معايير التدقيق. ولكن عمليا هذا الخروج من بي دبليو سي خارج هذا القطاع كان جاء متأخرا، وخصوصا بأن شركة إيفرغراند قامت بعمل ديفولت، يعني تخلفت عن سداد مديونية، دخلت فيما يعرف بالليكويديشن، وتبعه الأمر الكثير من المشاكل بسبب اعترافها أو بجزء بسبب اعترافها بهذه الإيرادات المتضخمة، بالإضافة إلى وجود التزامات عليها مليارية. السؤال الثاني، ما هو دور الرئيس التنفيذي للشركة والذي عمليا كان هو أيضا مسؤول عن هذه العمليات؟ الرئيس التنفيذي للشركة كان ثاني أغنى رجل في آسيا في العام 2017. اليوم التهم الموجهة إليه تتعلق بأولا مسؤولية التأخير في نشر تقارير أرباح شركة هينغدا وهي الوحدة التابعة لإيفرغراند، ثانيا الفشل في الكشف عن الدعاوى القضائية التي واجهتها، وخصوصا بأن الشركة تم تغريمها عن عمليات التضخيم والتلاعب المالي الذي قامت به، تم تغريمها من المشرعين الصينيين بأكثر من 581 مليون دولار، وثالثا هو مسؤول عن مدفوعات ديون غير مسددة. اليوم هناك سوء نية بالنسبة للرئيس التنفيذي للشركة في قيامه بعمليات تضخيم الإيرادات، والتي قال عنها بأنها الشركة توقفت عن القيام بها، ولكن متى؟ بعد أن قامت ببيع السندات وبعد أن تم أخذ هذه البيانات بعين الاعتبار من قبل المستثمرين والمساهمين في الشركة. هذه القضية قد لا تكون هي الوحيدة التي نواجهها بما يتعلق بقضايا الاحتيال المالي، ولكنها أكيد الأكبر، وخصوصا إذا ما قارناها بفضيحة إنرون في العام 2001 التي كانت قيمتها 600 مليون دولار. إذا تابعنا أيضا ووردكوم بالفترة ما بين 1999 و 2012 مليار دولار. هذه القضية هي تعتبر أكبر ليس فقط بالنسبة لهذا الرقم 78 مليار دولار، ولكن هي أيضا لديها تبعات أكبر، وخصوصا بالنظر إلى عدد ربما الشركات العقارية في الصين التي قامت بفعل نفس الشيء بسبب غياب الرقابة وغياب دور المدقق المالي. في نهاية المطاف كانت شركة إيفرغراند شركة مدرجة، وتقرير المدقق المالي كان له أهمية فيما يتعلق بالاستثمار في هذه الشركة. اليوم الواضح بأنه شركة بحجم بي دبليو سي أخطأت في التعامل مع المشاكل المالية لإيفرغراند ولم تفصح عنها كما كان متطلبا منها.